السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا رومية محشية، يعني ايه الرومية وايه الدجاجة؟ يعني فرخة فاتها الدور، يعني كبرت شوية، يبقى عندنا فرخة كبيرة، بصل وتوم وكرفس وزعتر وجزر، رز، كبد وقوانص، مكسرات مشكلة مع الشيبسي. انا ما بعترضش، كله كده تمام التمام. هنعمل ايه يا سيدي؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكده نديها شوية سمنة بلدي الاول عشان نخش ايه في العريض. ادي شوية سمنة بلدي كده، وادي البصل بتاعي، التوم، حبيبي يا رسول الله، اهو عندي بقى الكبد والقوانص، وانا قلبي معاك ثانيه بثانيه. طيب قوم بقى ايه اهو كده، اهو ده جوز الطيب، الله، يلا ده فلفل، مكعب مرق، كرفس، كرات، جزر، قرفة، بهارات، زعتر، مكسرات، ادي فلفل اسود، وادي حبة ملح كده. انا عندي الرز بتاعي المفروض احطه على دي، ويبقى كده استبينا. بس انا بقى ايه بعمل حاجة حلوة، بس يا رب تعجب حضراتكم. بص بقى يا عمي، انا كده كده كنت عامل رز من بدري من غير كلاوي، وادي الكلاوي بقى كده ايه، والكبد مع الرز يا دوبك كده، حلو قوي عليها. المشكلة عارف ايه؟ ان قلبي معاك ثانية بثانية. سنت مية بسيطة عشان اجيب الارضية بتاعتي. ادي الدج بتاعتي، وادي الجوانتي،
الريحة طالعة مش عايز اقول لكم. نحشي بقى الفرخة. بسم الله الرحمن الرحيم. حط بقى هنا في الجسم الفوقاني ده. شايف صابعي بتمشي ازاي يا باشا؟ كده سكفنا من فوق. اهو. صلى على النبي. شايفني كده يا باشا؟ الله يا بلادنا الله. اه ليه بقى كده بحط دي يا باشا؟ عشان تستوي من فوق ومن تحت. هات لي يا باشا. خش خش يا باشا. كده وادي الورقه اللي احنا اتفقنا عليها. خلاص العدد اشتغل. اه يا باشا ربع ساعه ونشيل الورقه اللي عليها كده. استاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني ولا غير محطه واروح اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نشوف ايه الحاصل. قرع اهو دي فرغناها كده من جوه. وتعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه. بس بصراحه يعني انا كنت وعدتكم ان انا على رمضان ابقى مساعد طباخ. النهارده يعني ممكن على اخر الشهر هيدوني البوزيشن ده. بس ممكن يكونوا طمعانين فيه. يقول لك مساعد الا مساعد الا ربع الا تم كده يعني. قرع عسل مدور مدوره لحمه مكعبات. انا هديها لحمه ريش بقى في العند في اللي بالي بالكم. ورز وبصل وتوم وزيت طماطم مكعبات طماطم صغيره فلفل حار فلفل رومي مرق مكسرات وحبه كرفس وقرنين فلفل حراقين عشان اللي بالي بالكم لما يجي ياكل منه يتشعوط. وربنا يشعوط قلبكم بزياره النبي. كده ادي حبه الزيت. وركز معايا والنبي عشان انا ايه لو نمت منك انت المسؤول. اها بصوا بقى اللحمه الضاني. كل الضاني اذا ضنا. اهو 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 يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. بقول لكم ما تلاقوش ما تلاقوش. حبة كرفس. الكرفس بيدينا طعم حلو قوي يا جماعة في الأكل. وأنا بدي صدمة للريش عشان إيه؟
الفرخة شغالة مالناش دعوة بيها. الله يا بلادنا الله. خلي دي معانا تنفع تاني بالمخرج والكاست معاها. بحبه حبيبي. ادي بقى البصل بتاعي وادي الفلفل الحار، كمون او توم ولا يا رب جيت اقولك نسيت. هو فيه؟ لا مفيش. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب مش مشكلة. قرن فلفل اخضر. حاضر. حتة زنجبيل. عندي حتة زنجبيل اهي. وتصلى على الحبيب يا عم. طالما في عندي لحمة ضاني بديها الحاجة المضادة ليها، شوية الكرفس وشوية الزنجبيل، دول هيخلوا عندي الدنيا حلوة قوي. قوم يا باشا. بحبه حبيبي. شوية فلفل ألوان. شوية طماطم فريش. قوم بقى يا سيدي نقلب. شوية فلفل، شوية ملح، ونديها مكعب المرق. وادي سم هوت ووتر. لازم تغلي كتير، لازم تغلي كتير. لازم تنشف الميه بتاعتها، وادي كده غطا. اروق الدنيا بقى عشان عمال يزعق في وداني. هنا بقى نيجي في القرعاية دي حلوة دي. حبة توابل شربينية. سلطان بيبر.
زيت زيتون اهو. توابل زيت زيتون، وادي البروش اهو، شوية دوكو، شوية معجون كده، وادي الفرغة بتاعتها. اهو اتريقوا عليها اتريقوا، والله هتندموا بعد كده. انا قلت لكم وانتوا حرين. ولا مساعد اول حد، بس انتوا حرين. لازم دي تستوي تلات ارباع. ليه بقى يا ستي؟ اسم الله عليا. ايوه يا اختي شاطره. الله يا بلادنا الله. طيب شيل ده من هنا بقى خلاص، عشان احنا عملنا توليفه حلوه، ولازم اديها الرز مستوي كامل عشان خاطر ابص على الفرخه بتاعتي بقى اللي على الجدار دي. عمي اوعى السكه والطريق واللي يحبك. اللهم صل على حبيبي سيدنا محمد. ايه ده؟ طيب هنا بقى تعالى بقى معايا والنبي، دي لزقت كده. طبعا صعب ان انا اشيلها، هتبقى لازقه برضو. اقوم اعمل ايه؟ تعالى بقى معايا نشوف هنعمل ازاي، ونشوف هنشوف نشيل اللزقه ازاي. اصحى بقى معايا يا عمي اهو. حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي. حلو كده يا باشا. وادي ورقة ألمونيوم اهو. نخش بقى الفرن. المصطلحات دي كلها عشان خاطرك بس، لكن لو حد غريب مش هقول له. يلا يا باشا نيجي بقى هنا شويه ميه صغيرين عشان تعمل لي بخار اهم، مش كتير البخار، مش ضروري يعني. طب استنى كده وبص. طيب الاستاذ عايز فاصل. طب ماشي، مش هحط بقى رز لما ناخد فاصل الاول ونرجع تاني اهو. هستاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني، وانا غير المحطه وانا اروح في اي حته. رجعنا بعد الفاصل، وادي بقيه الرز بتاعي اهو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي.
شفت انت حيرت قلبي معاك ازاي وانا بداري واخبي؟ بس اه يا عيني بلاش الغطا الاخير ده، خلينا في الغطا ده. ايوه شايف المنظر الحلو ده يا باشا؟ استمدبوني الشاكوش والنبي. البلدوس والدواسة مفتاح 14. عايز مفتاح صليبة. نعمل تشينج. عشان تستوي براحتها. اهي. وادي القرعايه. دي بقى تاخد لها تلت ساعة. نشيل ده كده من هنا. نخش على الطبق اللي بعده. القرع العسل بيستوي بسرعة جدا. زي البطاطا. غير البطاطس. حلوة صلاة النبي. ننظف الدنيا بقى كده. ايه اللي بعده؟ الله 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 الله.
يا نسا القعدة هي دي سلطة سخنة ولا باردة؟ خلينا بالمشمشية حاضر على عيني. ما تركزي شوية معايا مش مشيتي يا بنتي. طيب نحط بس الميه تسخن الاول. ماشي وادي التمر معاه يغلي كده اهو. وبعدين نحط السكر. طيب عايزه ايه انت يا نسا؟ طب فين اهو ادي الشوجر. ده ايه ده زبده ولا ايه ده؟ اللهم صل على حبيبي سيدنا محمد. اذكر الله يا عمي وقول لي اعملي وياك يا اللي انت ناسينا. هبص لي من الشباك هبص لك من التراسينا. اهو نحط كمان شويه الوتر. لازم يغلي على اخره اهو. قوم بقى ايه زي ما قال المخرج نطلع فاصل واجيب شويه عين جمل اكسر فيهم على ما يرجع لي. اي لاف يو. ادي شوية عين جمل هم كسر فيهم عشان احطهم مع المشمشية. هاخد بقى فاصل وارجع لكم تاني ولا هنغير المحطة ولا هنروح في اي حتة. احلى حاجة في رمضان بقى المكسرات. نقعد بقى ايه كده نخلي فيها نكسرها. فاكر كسرت اللوز؟ خدي ايوه البندقه دي. الله انا بحب دايما. بصوا بقى هو لو انا مش صايم كان زماني كلت نصهم بس انا صايم حرام. كده بدا يغلي. انا كل ده بضيع وقت بس يا جماعه عشان ما اضحكش عليكم عشان يغلي اللي ايه البتاع ده. ايوه حلوين قوي دول. هنعمل فرز تاني بقى. ناخد السليم بقى على جنب كده اهو كده عشان الكفر الاسود ده ملوش لازمه اهو. حبيبي يا رسول الله كل حاجات رمضان دايما بتبقى حلوه يا جماعه. بس اللي زعلني بقى ان جري بسرعه. يعني جري بسرعة. لسه كنا بقول يا جماعة الرؤية امتى؟ بكرة. النهاردة كم منه يا عمي؟ رومون اللي عارف. رومون كم منه؟ 17 18 11. انت مش حافظ. المهم اللي قاعدين مش عايزين حد يقول لي كم فهم. 16 لها طار النص يا حول الله. يعني النهارده 16 رمضان. كل سنه طيبين يا جماعه. يبقى جري ولا لا؟ دولت بقى لما اضربهم بقى في المكنه اعملهم على الوش يبقى حاجه جميله. ناخد شويه تاني ولا كفايه؟
طيب هنا بقى كده نخش بالسلاح. الله الله ريحتها حلوة نضيفة. الله تسلم ايدي الكنونة. ايوه والله خلاص يا لوزة ماشي. ولا تقول لي قمر الدين ولا تربى التين. هو كمان مش عايز حاجة تربطه. شوية هوت ووتر. قوم بقى ايه؟ صلي على النبي. بص بقى يا باشا ارصد مدحه صغيره بس دي تكسر الليله. ادي بقى النشا بتاعي الفرن. حاضر حاضر يا غالي. اهو يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ابص على الفرن بتاعي بقى. الله يا بلادنا الله. بص شفت بقى يا باشا نبي تبص وصلي على النبي. والله بقيت اعرف اطبخ مش مصدقني اهو. صدقني انا بقول لك كنت شغال طباخ قبل كده. هعمل ايه بقى كده اجرب اشوفها استوت ولا لا. ممكن تكون ما استوتش. بص يا استاذ معتز لو جاب الدم نرجع بيها تاني في الفرن. يا صلاة النبي يا صلاة. ارجع ايه بس يا عم الحاج كله على ابوه اهو. ما انا بقول لك مش بقول لك يجي مني مش مصدقني. الله الوكيل انا حاسس ان الفرخه دي. الله شوف بقى. استنى بقى استنى بقى بس استنى استنى استناني بقى استناني بقى. اوعى تروح هنا ولا هنا ولا تغير المحطه. بص بقى يا باشا يا صلاة النبي. ايه يا عم الحلاوة دي يا عم. ايه يا عم الحلاوة دي يا عم. حبيبي يا رسول الله. نرجع بقى لما رجعنا هنا تاني اهو. بقول له يا ست حط لها ملح والفلفل. فلفل ايه بس يا عم الحاج عيب اختشي ده. دي مفكرني مش واخد بالي اهو كده بقى. احنا ايه وقعنا في بعض. نعم لا بتجري. هي بترقص. نكسر بقى حبة المكسرات الاول. واخد كم حبة دول. الله يا سي محمد.
حاضر. قال لي بطل لعب. حاضر. اهو. عايز 7-8. عايز ياما. ادي حبة. الله. الله عليك الله. الله يا بلادنا الله. الله الله الله. والله يا جماعة هقول لكم على حاجة. النهارده يوم زي العسل ويوم جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نخليهم عند بدو الأحسن. نركز مع بعض شوية بس. مين؟ بتقول ايه يا انس؟ بتقول ايه يا انس؟ من عارف؟ اه طبعا يا اخي وانا اقدر اوفر لك طلب. وادي الشربات كمان اهو. عايزني اروح اروح. ما التاني بيغمزك عليا اهو. ما انت اذنت. يا سلام ده انا لازم ادلعهم دلع السنين. الله 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 الله. شوية ليفز جوز الهند. تمر ولله الامر. بيقول لي انت بقالك ساعتين شغال يا راجل. الله 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 الله. انت تاني. الله 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 الله. وماله يا سمحام علم علينا يا عم. قول لي معلقة صلصة بالمرة. حاضر اهو يا عم. اخد فاصل وارجع لكم تاني ولا غير المحطة ورا في حتة. رجعنا بعد الفاصل وعندي بقى كده شوية حاجات حلوة. سلطة خضار بالمينيز. عندي فاصوليا خضرة بسلة زعتر توم مينيز كمون زيت زيتون عصير ليمون وخل فلفل اسود زعتر كمون وملح. طيب شاف بقى العمة دي. نبص عليها يا باشا. الله الملمس جاب نتيجة. بس كده. قوم بقى نشيل دي كده اهي ونشيل دي كمان اهو.
الله. نخليها كده. شايفني كده؟ لا مش هوريك حاجة. لا ما خلاص. يلا بقى نشتغل. ايوه هاف تايم هاف تايم. نطلع دي بره كده شويه. وادي التوم بتاعي وادي الزعتر وادي البسله وادي البطاطس وادي الفاصوليا. كده اهو ادي بقى السلطان بيبر. كمون زيت زيتون فلح وفلفل ادي ليمون خل مينيز اهو. بلاش ملك انا لملك ايديك. نقلب بس كده. شيل بقى كل حاجة من هنا عشان ايه. هو ياما ده حبيبي ده هو ده. قلت حبيبي وده وعده ونصيبي اهو اهو يا باشا
هتفكر احنا ناسيين ولا حاجه. بتقولي ما اتفقتش معاك على كده. طيب اه بديت تتفق قوي. قال لي يعني هيجي منك برضه هيتلكك يقول لك على ايد الكبير. ما انا عارف الاول وعدنا على رمضان ورجع في كلامه. كده ادي السلطه بتاعتي. نطلع بقى بالفرن. الله لا إله إلا الله. وهذا الطبليه الاخيره بس نيجي بالطبق ده كده اهو. هو ده ياما حبيبي ده. اللهم صل وسلم على حبيبي سيدنا محمد.
بتعرف انها سوت ازاي يا باشا؟ لما تطلع بالخلة بتاعتك كده سهلة. وهوريك كمان حاجة حلوة. بص يا باشا، شفت المربى؟ هات يا ابني البلدوس والدواسة ومفتاح 14. كده بقى عايز اشكر كل الكاست اللي معايا، واقول لكم اشوفكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.